رمضان الخير والمحبة والسلام على كل متابعي قناة طليعة الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كورونيات. ومثل ما شفنا بالحلقات السابقة، كثير من الشباب ده تتعب على نفسها وده يبعثون فيديوهات كوميدية تخص كورونا والحجر الصحي بطريقة ساخرة. أكيد حيكون وياي دائما وأبدا وضيف خفيف ظل، وأيضا يقدم نصائح للشباب، الدكتور كريم خنجر. مساء الخير ورمضان مبارك. مساء الخيرات عليك وعلى كافة الشباب الموجودين في الاستوديو، وتحياتي إلى الشعب العراقي، إن شاء الله ربي يحفظهم من كل أذية ومن كل سوء يا رب العالمين. وتحياتي للشباب المبدع اللي دي يتواصلون معنا بفيديوهاتهم الجميلة الساخرة، أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. دكتور، تتوقع الشباب دي يسمعون كلامنا والنصائح اللي دي تقدمها أنت؟ أكو دي يصير تغير، يعني تغيير بالمشي، تغيير بالفكرة، أكو دي توصل بعض التوجيهات لهم بشكل سليم، وهذا ما شاهدته بالفيديوهات الأخيرة اللي تدزوها إن شاء الله. بالتالي مشاهدين الكرام، راح نطول عليكم أكثر، نروح نشوف أول مشهد وراجع لكم. يا كورونا وصلت يمنا وشناينا مطشرات وليدها في كل واحد بغرفته. يا يمه هو يا يمه، هاي بشبيتش مفرهور، شو السالفه؟ نقول يا الله هو باوي انتي صديق جديد ابو فرهود. احنا قاعدين يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد، بس ما شوفها كورونا طشرت العالم، ما جاي يشوف الصين بكت، ايطاليا بكت، احنا شو نسوي؟ بس العراق مر بازمات، يا رب ان شاء الله تفرجها يا الهي. مالكم فرهود صديق كذب، انا عد الحل، انا ابو فرهود ذي بالليالي هسه شوفني. يا ابو فرهود ما ظلك انت تقول ذي بالليالي، بالله شنو الحل؟ انت بعد شوفنا يلا. فرهود يا عزيزتي عد الحل، راح ادق البيبان خشب، اي شلون اطلب كيرونا هاي وانا ذي بالليالي. فدرك ابو فرهود منين جبت هاي الفكره؟ عمي انت صديق ذي بالليالي، يلا قوم سويها، سويها من هناك. جاي تحس بالك ام فرهود، انا ابو فرهود ذي بالليالي، وخلي شعب الله كيرونا تعبور. يا يابا يا ابوي هسه سويها هسه. بالله ريدي شكيران شلون الطبين بعد؟ الباب ودقيته والبيبان دقيته، بعد شلون؟ حتى لو اريد حاجه اطلع من هنا، والله العظيم حتى الجهال ما اخليهم يطلعون. والله ريدي شلون بالله؟ انا خلص، بعد اريد شلون الطبين؟ منو منو؟ انا عمي. منو؟ انا زيد جيرانكم. شو تريد؟ أنا خوش راح اعطيك اياها، بس راح اعطيك اياها من فوق. ليش عمي؟ مو كيرانا حبيبي خوش؟ لا شو تروح للسوق؟ شو هاي؟ عندي درجة اصعد منك. يلا عمي يلا خوش. جبتها؟ والله وديك عمي. القهوة دير بالك راسك. اه عمي. ضربتني. العب العب واكاك يلا صوم دول يلا. هذا تعبيت. سويت هالهزة حتى ما يطبون كورونا. اوه فرص كورونا جتني، نعل على بيت اليوم، اليوم انعل واقف. تعال اي اول بيت بالمنطقة دخليت عليه هو بيتكم. جيت يا بالغلط، شنو ما شنو اليوم انعل واقف كبير تلعبه وليش تعب يا بوي؟ ايش ورطني ودخلت هذا البيت؟ خرب حظي. لا 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 فدوى، لا ترش علي تعقيم. القاصر يبه اذا بعد تطبلنا بالعباس امر عيونك، بعد لا تطبلنا. قربكم من كورونا فيروس. تحياتي لعلي تحسين، طبعا خوش ممثل حبيته، شخصيته حلوه، حلو متمكن جدا، كان متمكن اولا، متمكن بالتحول، اشتغل شخصيتين في ان واحد. اي الطفل هو خذ ابو شو اسمه، هو ذي بالليالي بالاخير. يعني جميل جدا، وبعدين الفكره مالته حلوه، فكره مدروسه جميله، اداء جميل. هو هذا امنيته يكون ممثل كوميدي، استخدم التكرار، وسيله التكرار. هو لو ظل على
مال ذيب الليالي مستخدمها بكل المشهد، كان يكون المشهد بعد اعلى. نعم ليفل ماله يصعد. بالبدايه ذكرنا احنا بالحلقات السابقه انه مبتدئين. اي بس هذا الطفل انه حسب ما سمعت انه امنيته يكون ممثل كوميدي، انت كاختصاص شو رايك به؟ قلت لك والله يا مو ويا التمرين والتدريب تطلع منه هواي اشياء يعني حتى شكله حلو كيوت. مع تحياتي للمخرج ومخرج ويا اسمه ليث يمكن. يمكن اي زين تحياتي لهم كلهم. مستخدمين تقنيه باع الجرثومه شلون جابوا الفيروس، عفوا الفيروس شلون خلوه موجود. الصورتين راد يسويها هو ماخذ دور المرأة والرجل بالضبط. هذا التحول عنده وسيله التكرار. اتمنى من هذا الشاب المبدع ان يستخدمها، استخدمها صح. انا ذيب الليالي او كذا قالها بالبدايه، لو مخليه مستمر كان بعد المشهد. إذن الف مبروك عليك. إذن بالتوفيق ذيب الليالي واستمر، وان شاء الله يا رب تكون ممثل كوميدي ناجح وايضا نجم من نجوم العراق. مشاهدين الكرام راح نشوف مشهد اخر راجع لكم. انا بعد ما اتحمل راح اطلع من البيت ادشتم هواء اشوف جماعتي. ولك وين تطلع؟ مو ممنوع التجوال. وهاي الكورونا تفتر بالشارع دخيلك ربي. ولك تموت ولك قاعد استشهد بمكانك. ولك وين تريد تطلع؟ دخيلك ربي دخيلك من هاي الكورونا. رب احفظ جوال وفريخاته وحلى وفريخاته ورحمه وفريخاته. شاوان يمه اقروس انت ما يحفظك حميد وليد. ولك هذا موت هذا مو لعيب. ولك هذا يشتل يشتل. ولك قاعد واستشهد بالبيت. شو كل شيء جايبت لك؟ تلفزيون عندك، انترنت عندك، وظالت شكك براحتك. شو تريد اجيب لك بعد؟ هو ايش في التلفزيون الانترنت؟ اشو وين ما قضوا بالتلفزيون كورونا كورونا، بالفيس بالانستيب كل برنامج ادخل له كورونا كورونا. ما يصير هيك طقت روحنا. ولك هذا كورونا هذا مش لعب شعاب. ولك يشتل يشتل هذا اقعد واستجن بالبيت. ولك البقاء بالبيت احسن من البقاء في حياتك. طبعا تحياتنا الرسول الربيعي. طبعا هذا كان مشترك عندنا بكوميديان اسمه حالف الحظ اللي تذكره. سلام عليكم. مطور نفسه. مطور نفسه. مطور نفسه. شوف هنا بالمشهد انطانا بالمفاجأة بالاخير. اي. قل له البقاء في حياتك احسن ما البقاء بالبيت افضل ما البقاء. يعني شوف هذا فد اشارة كل الجميلة. اللطيف في هذا المجموع كله كل الشباب دي يعطون توعية لموضوع الفيروس. الفيروس والكورونا. يعني هذا أعتقد رسالة كبيرة دي يوصلوها الشباب. يعني شو رأيك برسول ينفع؟ لا رسول الحلول أداء استرخاء جميل جد جدا كان في. بس هو دائما كل شيء يقول اقعد واستشن استشن استشن أنت يا رسول واقعد بالبيت. و ودائما اتمنى من الشباب اللي يبعثون لنا سكتشات لا تطلعون برا البيت، تقدرون تمثلون سكتشاتكم او مشاهدكم التمثيليه من داخل البيت، عندك مطبخ، صاله، غرفه، طرمه ممكن بالحديقه، بس لا تطلع برا البيت لسلامتك. لان احنا اصلا غايه برنامج كورونيات انه نحث العائله العراقيه انه تقعد بالبيت وما تطلع برا، واحنا نجيها للبيت ونرسم لها البسمه. مشاهدين الكرام نروح نشوف مشهد اخر راجعكم. اي والله يا اخوش كورونا خلت الزلم قاعده بالبيت والنسوان نايمه والزلم تغسل وتكنس وتطبخ. ابوك جيب لي ماي. ويب لي شاي بس مو مال البارحه. رقم 4 تعال طين طلق اخضر. وينك؟ تعال تعال بسرعه تعال. ولك عبود اغسل الصاله ورتب الهول واغسل كل الزين مو ظل السخت. تدللين شخاطه. ولك شنو شخاطه؟ انا مو شمك. اذا قلت لي شخاطه راح تنجد حيل. قم يلا قم قم قم. اوه قايم قايم رحمه ربك. اغسل المواعين.
لا 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 ادري انا ابو حارث العجون يا هو انا قدكم قد قبل يلا كمل شغلك يلا يلا عم امر الله جاي جاي ها هاولك ليش الزخد صين اول مره تودي لنا شيء اصلي تحياتنا للشباب وخصوصا شخاطه يعني كارثه طهدته للولد حلو وكان يتطور المشهد يصير اقوى والليفل مال يصعد اعلى اذا كان هو الولد اخر شيء يطق روحه يسوي نكته بشخاطه يسوي فد مقلب بيها بحيث تبطل تقول له روح سوي بس فلاجة. تتأمر ماكو شيء تتأمر قاعده جيب شاي جيب مي واغسل واكنس بس انا لو بمكانه كان كسرت المائين كان توبته الشخاطه خلته اي يعني يسوي كان يسوي بيها فد مقلب مو انت تعرف كل ام بيت عدا اهم شيء بالمطبخ هي المائين والقلاصات زين ما تقبل احد يكسر عمد السيت لا يخرب فبالتالي يعني نتمنى الموفقية والنجاح لكل المشتركين أعجبك المشهد؟ ألف مبروك حلوين وكانت أيضا أكون مفاجأة بالأخير يقول الصين كل شيء نزلت لنا هو أيضا يعني إضافة تحياتنا للأستاذ عمار الربيعي يقول أيضا لو طافر على مثلا منهزم يم جيرانهم يم بيت خالته أي المشهد كان يتحمل المشهد قلت لك المشهد اللي هو لو مسوي مقلب بوالدته مقلب بسيط طبعا مو مقلب يسيء لها سال عمار كتب زين كتب مشهد قال المفروض يروح يم خالته ينهزم وهي تجي شخاطة وراء وما يرجع وياها وخالته تصير نفس الطريقة تبدي الصخ إذا نزل سال عمار لو صار أفضل يقول مسوي مقلب بأمه لو كاسر المواعين مقلب بسيط بحيث تبطل تقول له ما اريدك كل ما يجي مثلا يسوي فشل يقول له لا ما اريدك يعني يصير المقلب افضل يعني بس انا ايضا احب انصح الشباب اللي يتابعون المشاهدين وايضا المشتركين لا تسمعون كلام دكتور كريم خنجر ولا كلامي لا تكسرون اي ماعون ترى امك راح تخليك تبطل التمثيل والكوميديا تحياتنا خل نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم خلاص طلعه سجاد ايش بيه قيصة؟ ما انا؟ تذكرونا؟ وكل باحد جنت يمه انا قابلي نابلي الله يبشرك بالخير ما بي كورونا عندنا انتظرني غلط هذا كورونا انت تخاف على اهلك اي طبعا اخاف على اطفالنا المنطقه كلها خاف عليها خاف عليها حتى انا ابوي اخاف امي وكلها بس ساعد كوادرنا الصحيه هسه تشتغل وياهم وتعاونهم اي طبعا اذا شيء تساعدهم وتعاونهم وتخدمهم انه تحجر نفسك 14 يوم انا حسبالي اساعدهم برا الشهاده ساعدهم بيتك تحجر نفسك ببيتك 14 يوم أيه. انت راح تقدم خدمه لهم للكوادر الصحيه والطبيه والتمريضيه والقوات الامنيه مالتين راح تساهم بمساعدتهم والقضاء على اهلهم رحم الله والديك دكتور اهلا وسهلا ممنون تحياتنا لهم اكو عندك اخطاء لما ركبت حافي طلعت بشاشه حافي منعم الكوميدي تحياتنا لك بنص الطريق اجى تكرم النعال شلون اجى
وين معالجة الراكور؟ هاي واحدة. اثنين الملثم شفته ضربه يشترك بالله. ما له داعي ضربه. هو ضربه ترى بس مجرد يشترك يعني ما متفقين عليه متأكد. ما شو رأيك بالمشهد؟ المنعم كان عنده أداء حلو مرونة جسدية جميلة. شوف المبالغة وصاعد فوق على النخلة ودي بس خابر. حلوة النزة مالته. بعد المبالغة صاعد فوق على النخلة ودي خابر. هاي حلوة المبالغة المستخدمة. لا أنت شفت الحركة شلون مرونة؟ إيه. يعني. هاي ما دبرها هاي. اكدنا طبعا زين الاول اللي اكدنا على المرونه الجسديه للممثل مبالغه بشكل حلو. استاذ عمر رجع ان الحركه مال الشجره لما ينزل بعد النخله ممكن. اي والله اكون ممنون لان عجبتني الحركه. لا 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 بالبعد شويه اي با هاي الحركه دكتور شوف المبالغه صاعد فوق النخله خابر بابا شو راح ينزل بقى أي. شوف الخفه اني لك على الخفه اليوم منعم ما ادري اكيد راح يصير بي شيء لان حسدتك. تحياتي لمنعم وفريقه كلكم حلوين جميل جدا كلش حلوين. يلا بالتالي مشاهدين كرام نتمنى من الشباب كلهم يصيرون هيك مثل منعم نشيطين وايضا يبعثون لنا فيديوهات حلوه مثل الفيديو منعم. انتبه وكل المشاركين انتبهوا للنصائح اللي يقدمها لكم الدكتور كريم خنجر وانا ايضا عبر الاير بيز يمليني الدكتور عمار الربيعي فالاثنينهم اصلا اختصاص الكوميديا. مشاهدين كرام نروح نشاهد مشهد اخر راجع لكم. شباب رجعناكم حلقه جديده من برنامج ابو حكي اقدم لكم الشاعر حيدر علي. حبيبي اشرف بيك واشرف ببرنامجكم الرائع واليوم اقدم لكم شيء بسيط وان شاء الله راح ينيل اعجابكم. كورونا هذا صار منك يا غالي عذبتي حالي وياك. يومي الصبح اتحرك اكل ماكو ريوق المرة ما اسوي لي ام جهال علبتني اطلب مناشده فدو مناشده من ارجع للبيت فد بس اريد لقمه من الجوع فديوم حتى لو فديوم ما حد يسوي لي معون تمن يعني فدو معط. اسمع هاي اسمع القصيده. كورونا شنهش بيج دمرت حالي انتظر طول الليل ينامون جهالي. الله تطلع انا اشيك مره تطلع مره ما يكلموني يقولوني خابر عليك الاسعاب يجوني عوض بالله عوض بالله اخوي مو عغالي كلمة بس من الشعر بيحط مو مثل ذاك المضرة. كورونا لا تنسين عرفيني فدوة فليزات خلص صندوم كون اروح للعلوه يعني طماطه خيارات بوتيتا حي الله هل موجود كله حشو بطن. اي شوف لا دام انا ما راح اقرا لك شعر انا صوتي كذلك جميل. سمعت سمعك. كورونا 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 تنسينا كورونا خلينا كورونا 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 بالبيت خلينا كورونا 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 ودونا كورونا 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 خلوني بالبيت انا خلوني بالبيت انا خلوني كورونا 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 كورونا. شو انا صوتي؟ لا لا عشتيدك حبي. قبالك القصيدة الأخرى كلش رائع. رأيك القصيدة الأخرى. كورونا شنهش بيج خافوا عيالي للصبح أقعد دوم أنا وجهال أمراعك أسوي بيض أسوي بيض تصفى تصفى. الله كرم الله كرم ليه عندي تريك الله كرم الله كرم. ظلوا مثلي لا حد يطلع من البيت فدوة أسأل قاعد أنا عشتكم الموضوع. طبعا أنا ما شفت كوميديا. تحياتنا للشباب يعني هم الولد مسوي المحاولة
اي مساجد اي محاوله مسوين وما بيها شيء يسوي محاوله ثانيه افضل من والولد خطيه جامد لده يرمش اي يعني هم قالوا له حتى لا تتنفس حتى بخلين الموبايل وهم حاصرهم الموبايل اي يعني بالتالي انت عجبك المشهد لا طبعا خليكم بالبيت خليكم بالبيت طبعا خليكم بالبيت شباب حياتي لهم ان شاء الله التجربه الثانيه تكون تجربه انضج وافضل والولد صوته حلو بحيث انه انا متاكد بيتهم ما تجي كورونا هاي السخرية اي فهي هاي هي شغلات انه انت تقدر تجذب الانتباه وايضا تضحكنا فبالتالي ما توفقوا ويانا يعني الشباب نتمنى انه يرسلون فيديوهات احلى شوية شكرا لك دكتور شكرا جزيلا بداية الحلقة هنا شكرا جزيلا شو تتمنى للشباب شو تنصحهم فرحانين جدا انه طاقة بس صار حلقتين المشاهد الاخيرة يعني ولادة الممثل الكوميدي يا شباب ترى صعب جدا فعلا فمحتاجين ان تتمرنون ان تقرون ان تدرسون مكتبات ضخمه ترى موجوده مختصه بالكوميديا رغم انه ما عندنا موجوده بالعراق لكن تقدر تحصل كتب وتقرا وتطور نفسك اكو هنا شباب كثيره حاول تطور نفسه مبارك عليكم جميعا لهذه الجهود مبارك على العراق ان شاء الله وربي يحفظه دعاني على الخير للعراق شكرا لك دكتور وايضا شكرا لكل الشباب الموجودين بالكونترول وشكرا لك دكتور كريم خنجر والعمار الربيعي بالاعداد والفكره برنامج كورونيات واخيرا شكرا للمخرج احمد ابراهيم مشاهدين الكرام انتظرونا باكر نفس الوقت وكورونيات الى اللقاء